وإذا أخذنا بنظر الاعتبار مسألة السياسة الدفاعية أو رسم السياسات الدفاعية، العمليات الدفاعية المرتبطة بالسياسات الدفاعية، فالعدو الداخلي يكون أصعب وأكثر تأثيرا من العدو الخارجي وفقا للسياقات العسكرية. أحمد، فأنت من تنظر إلى حماس، حماس ليست سهلة بالنسبة لإسرائيل، صعبة جدا كانت، ولذلك هي استخدمت مسألة التجريف في الأرض المحروقة، لم تستخدم التمييز من سياق القواعد الاشتباك العسكرية. وبالتالي بالنسبة لها، يعني ننظر من وجهة نظر الطرفين، يعني طبعا نعم حزب الله فصيل مسلح متمكن، عنده خبرة كبيرة، عنده مقاتلين خاضوا كثير من المعارك، ولكن ما هي المعارك التي خاضوها؟ وأنا دقيق في هذه النقطة. المعارك التي خاضوها ليس معارك قبل، المعارك التي خاضوها معارك لا متناغم، معارك نقدر نسميها ضمن سياق مبعثر وليس سياق نظامي. نتكلم عن معركة جيش نظامي مثل الجيش الإسرائيلي، بعيدا عن مسألة يعني التحيز، ويعني نتكلم بحيادية عالية كمحللين، ونحن في مجتمع التحليل تعرف أحمد احنا حياديين جدا، يعني ما نميل لأي طرف بقدر ما أنه نشخص الحالة. نعم القدرة الإسرائيلية عالية في الدفاعات في الجو وفي الدفاعات الجوية وفي القدرة الصاروخية. نعم حزب الله يمتلك ما يقارب وفقا للتقارير 150 ألف صاروخ، يمتلك 100 ألف مقاتل، ولكن عندما نتكلم على توزيع هذه القوة فإن حزب الله توزع في سوريا، موجود في اليمن، موجود من عنده في العراق، إذن هو القوة الرئيسية لحزب الله هي ليس كما تشير لها التقارير، ولكن هذا لا يمنع المقدرة العسكرية والقوة الذي يستطيع أن على الأقل يصمد وفقا لسياقات او تصميم المعركه ان يصمد كما في 2006 لمده 20 يوم حتى يتدخل المجتمع الدولي، وتبنى هكذا السياسات بالنسبه للقوى الغير نظاميه. ولكن عندما تفكر اسرائيل في شن الحرب، وهي فعلا اذا اخذنا بنظر الاعتبار المؤشرات الحاليه، يعني هي فعلا الحرب قائمه، اذا اخذنا مؤشرات القوه والاشتباك وضرب الصواريخ والطائرات واستهداف القيادات فهي حرب بحد ذاتها. ولكن نمط الحرب او على الاقل الليفل ما مرتفع لدرجه الاشتباك المباشر ما بين القوه النظاميه وبين قوات حزب الله، وبالتالي لكل طرف لديه عوامل القوه ولكل طرف لديه عوامل الضعف. نعم عوامل القوه مع عوامل الضعف في الوهن الجيوبوليتيكي بالنسبه لاسرائيل هذا واضح المعالم، بامكان الصواريخ المتواجده او يعني تحت حالة الاستعداد بالنسبة لحزب الله بإمكانها أن تصل إلى كافة الأراضي الإسرائيلية ضمن سياق التواجد سواء كان عسكري أو مدني، ولكن بنفس الوقت لا ننسى أن هناك قدرة جوية عالية في إسرائيل ربما تمنع هذه القدرات من أو تحرمها من عامل التمكين. عامل التمكين هو قدرة على الإطلاق، يعني أنت تمتلك وتحوز أسلحة، ولكن التمكين الأساسي أن هذه الأسلحة تستطيع أن تطلقها وتصل أهدافها وتؤثر. هنا النقطة هذه يمكن ربما تتفوق إسرائيل، تستطيع أن تقوم بعملية إجهاضية وتستهدف كافة يعني الأهداف. وأنا مسألة الحرب الأنفاق لن تأتي كلها في غزة، يعني وكثير الناس ما ذهبت إلى تعظيم حالة حرب الأنفاق، وبالتالي حرب الأنفاق لن تستطيع أن تؤثر بمستوى التأثير الذي كان يروج له الإعلام في غزة. وبالتالي حرب الأنفاق على مستوى حدود ما بين بلدين، مستوى قوتين، قوة نظامية متمكنة من الجو متمكنة بالسايبر والمسيرات، وقوة أخرى غير نظامية منتشرة ضمن سياق التواجد المدني، سيكون عامل التأثير المدني عليها صعب وكثير، وهذا شهدناه في 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 يعني احتكاكات كثيرة في هذا الجانب. وبالتالي للطرفين لديهم عوامل قوة ولديهم عوامل ضعف. أنا يعني أجزم في هذه النقطة، الولايات المتحدة الأمريكية ما تريد هذا الاشتباك، إيران ما تريد هذا الاشتباك، لأنه نتكلم عن لا تستطيع هالمرة إيران تترك حزب الله بحالة، وهذا أمر وارد جداً وفقاً للسيناريوهات المتوقعة. وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني اشتباك مباشر ربما بين إسرائيل وبين إيران، وهذا معناته أن لها حرب حقيقية، وهذا ما لا يرغبه لا العرب ولا العالم ولا حتى إيران ولا حتى الولايات المتحدة.